أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطة الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحراره المتوقعه غدا باذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهوريه. نبداها من محافظه القاهره، فيها درجه الحراره العظمى 30 درجه والصغرى 23 والجو فيها حار. في الاسكندريه 28 22 والجو فيها مائل للحراره. في مطروح 27 21 والجو فيها ايضا معتدل. في بورسعيد 29 23 مائل للحرارة، وفي الإسماعيلية 31 21 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة والجو فيها حار. في العريش 29 22 مائل للحرارة. في طابة 30 24 والجو فيها حار. في شرم الشيخ 35 26 والجو فيها حار. وفي الغردقة 35 25 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة والجو فيها حار. في أسوان 39 26 والجو أيضا حار. في الوادي الجديد 37 24 والجو فيه حار. في شلاتين 35 25 والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 33 26 والجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.